بسم الله الرحمن الرحيم. بس شرح سريع للصفحتين احنا عملناهم. طبعا احنا عندنا صفحتين، الصفحة اللي هي المين اللي هي الويلكم بيج، والصفحة التانية الخاصة بالليتر. طبعا هو الكود مكتوب بمكتبة البي واي كيو تي 5 دي الخاصة بالبايثون. تمام تمام وهو عبارة عن كلاس واحد وفي مجموعة من الفانكشن. في الآخر خلاص لما بنعمل دالة المين وبنستدعي إيه؟ بنستدعي الكلاس ده، بنعمل أوبجكت وبنستدعي الفانكشنز كلها الموجودة فين؟ في الكلاس. خلاص، فهو الفكرة دلوقتي إنها هفتح صفحة المين وبعد حوالي 5 ثواني تفتح صفحة الإيه؟ الليتر أوتوماتيك. طبعا هشغل الكود من هنا صفحة المين، طبعا الفرونت بيج 5 ثواني تعدوا ويفتح صفحة الإيه؟ تفتح صفحة الإيه؟ الليتر معايا أوتوماتيك من غير ما أضغط على أي حاجة. تمام، فكده الصفحتين جاهزين.